How much time we have? So what are they doing? الحمد لله وتوفيقه عملية نقل مباشر من قسم القسطرة في مستشفى راشد لعملية تركيب دعامات قابلة للذوبان واستخدام تقنية OCT اللي هي تقنية الفايبر أوبتيك لتثبيت الدعامات. وهذه الدعامات تعتبر جيل جديد من الدعامات قابلة للذوبان، وكان لنا السبق في استخدام هذه الدعامات من أوائل المراكز في الشرق الأوسط استخدام هذا النوع من الدعامات. المريض يبلغ من العمر 49 عاما، وهو مريض بالسكر، دخل المستشفى قبل 3 أيام بجلطة حادة، وتم التعامل مع الشريان المنسد الذي سبب الجلطة، ولكن اكتشفنا هناك شريان رئيسي وفيه انسدادات متعددة. واليوم تم عمل تركيب الدعامات في هذا الشريان الرئيسي، وتم هذا النقل مباشرة عبر الستلايت إلى مؤتمر C3 في الولايات المتحدة الأمريكية، بالأخص في أورلاندو، وهذا مؤتمر عالمي للقلب والقسطرة، وقد أثنى المشاركون على مشاركتنا وعلى نجاح هذه العملية، ولله الحمد.